فصل جديد من يوميات الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على محافظة البيضاء البعيدة عن كل الحسابات. لم يكن للبيضاء نصيب من تثبيت وقف إطلاق النار، بل إن الحرب تجري ولا أصوات تتعالى لوقفها. خطوة هي الأولى منذ بدء الحرب في المحافظة، تمثلت في التوقيع على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، لكنه لم يستمر سوى ساعات، حيث قصفت الميليشيا في الساعة الماضية قرى مديرية ذي ناعم في خرق لما تم الاتفاق عليه، وهذا ما جعل الحرب تعود إلى الواجهة من جديد بين المقاومة الشعبية والميليشيا، فقد لقي 9 حوثيين مصرعهم في المواجهة الأخيرة بمديرية الزاهر، كما سقط جرحى آخرون في صفوف الميليشيا. المواجهات التي سرعان ما اشتعلت في أكثر من جبهة أجبرت الميليشيا على الانسحاب من منطقة ضريبة تحت كثافة نيران المقاومة الشعبية، رغم القصف بصواريخ الكاتيوشا على القرى الآهلة بالسكان. كل ذلك جعل محافظة البيضاء تنضم للمحافظات التي شهدت اتفاقات لوقف إطلاق النار وجرى خرقها من قبل المخلوع وميليشيا الحوثي، وهو ما جعلها تستمر إلى أجل غير مسمى.